في الوقت الذي ضرب فيه الإرهاب بقوة باريس من قبل أشخاص قدموا أساسا من بروكسل وخاصة من حي مولنبيك الذي يقطنه نحو 90,000 شخص في مساحة لا تتجاوز 6 كيلومترات مربعة، أثبتت هذه التطورات أن أجهزة الأمن المغربية كانت تتمتع ومنذ عدة سنوات ببعد نظر مكنها من القيام بعمليات استباقية غير مسبوقة وقت البلاد من الأسوأ. فهذا الشخص عبد القادر بن عرج الذي يقضي حكما بالمؤبد في سجن تولال 2 بمكناس، بلجيكي من أصل مغربي، جذور أفكاره وتحركاته جهنمية منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي وبداية القرن الجديد كانت في أحياء بروكسل بحي مولنبيك وبالأحياء المجاورة لها. أثناء بناء مشروعه الإرهابي عمل بالعرج على استقطاب نشطاء مما عرف بحركة الشباب الإسلامية المغربية وحركة المجاهدين في المغرب، حيث التقى بمدينة طنجة خلال شهر غشت 92 بمصطفى المعتصم رئيس حزب البديل الحضاري المنحل المعتقل السابق والذي استفاد من العفو، كما التقى بمحمد أمين رجالة الناطق الرسمي باسم حزب البديل الحضاري الذي تم تمتيعه أيضا بالعفو، ومحمد مرواني رئيس حزب الأمة وهو أيضا معتقل سابق خرج بدوره بعفو، إضافة إلى رضوان خالدي وحسين بريغش وجمال الباي وثلاثتهم يوجدون رهن الاعتقال، والحبيب المحمودي المقيم ببلجيكا الذي لا زال مبحوثا عنها. بل عرج أدانته العدالة المغربية بتهم أخرى غليظة، فهو من شكل الجناح العسكري المسمى مجموعة العمل الخاص وبطلب من مصطفى المعتصم ومحمد مرواني زود التنظيم منذ 93 بمسدسات أوتوماتيكية وذخيرة قادمة ببلجيكا تم إدخالها إلى المملكة بواسطة المدعوين الحسين بريغش وجمال الباي. كما كلف بالعرج قريبه المسمى محمد بولعيون وهو مغربي مقيم ببلجيكا بإدخال كمية من الأسلحة إلى المغرب سنة 2000، وسبق أن حكم على بولعيون بالحبس 3 سنوات من أجل تقديم دعم لوجستيكي للعناصر التي اغتالت شاه مسعود في أفغانستان في شهر شتنبر من العام 2001. تتكون كمية الأسلحة المحجوزة أنذاك من قبل المصالح الأمنية من بنادق كلاشنيكوف ومسدسات رشاشة من نوع سكوربيون ومسدسات أوتوماتيكية وبندقيتين رشاشتين من نوع يوزي ومسدسات كاتمة للصوت وخراطيش ومفرقعات، لم يكن من وفرها إلا الجزائري عبد الغني العوفي العضو السابق بالجبهة الإسلامية للإنقاذ والمقيم أيضا ببروكسل. أكثر من ذلك، تورط عبد القادر بالعرج في جرائم وقعت على التراب البلجيكي بين عامي 86-900 و 89-900، يتعلق الأمر هنا باغتيال كل من نائب عميد المسجد الأكبر في بروكسل الإمام عبد الله الأهدل والمسؤول عن مكتبة المسجد التونسي سالم البهير وسائق الصفات السعودية محمد جاه الرسول إلى جانب الدكتور اليهودي جوزيف ويبغان. Belirage a été engagé par la sûreté postérieurement aux 6 assassinats qu'il a commis en Belgique. Et je ne comprends pas pourquoi l'attitude du parquet fédéral belge dit que Belirage n'est pas l'assassin. Est-ce parce qu'il a fait partie de la sûreté de l'État belge, alors que le parquet marocain a eu des aveux de Abdelkader Belirage. Voilà où nous en sommes. Ben, c'est très délicat, surtout aujourd'hui avec tout ce qui se passe dans le monde. C'est très difficile. Moi, je ne peux rien faire. Je suis comme tout un chacun. Je suis une citoyenne comme n'importe qui, que ce soit au Maroc, en Belgique, en France, n'importe où, quoi. À chaque fois qu'il y a des attentats, effectivement, je les vis très mal parce que ça me rappelle les événements qu'il y a eu dans les années 80 au moment de la mort de mon mari. C'est sûr que ça me touche très fort parce que vous ne savez pas faire le. Il faut comprendre que les victimes d'actes de terrorisme, il est très difficile de faire un deuil de quelqu'un de proche sans savoir pourquoi, comment, qui c'est. C'est très difficile de faire un deuil dans ces conditions. Personnellement, d'après les aveux qu'il a fait au Maroc et que j'ai lu, etc. وفي إطار ارتباطات شبكة بالعرج مع الإرهاب الدولي زار أفغانستان والتقى في غشت 2001 زعيم القاعدة المقتول أسامة بن لادن بحضور أيمن الظواهري ومحمد إبراهيم مكاوي المعروف باسم سيف العدل ومحمد عاطف. والخطير هنا أن عاطف هو من كلف بالعرج بتكليف بيولوجيين وبيوكيميائيين في بروكسل بتنفيذ مشروع القاعدة أنذاك بتصنيع أسلحة كيماوية وبيولوجية.
وخلال مقامه في أفغانستان اتفق مع مسؤول ما عرف بالمجموعة الإسلامية لمقاتل المغرب، خاصة مع المدعوم محمد قربوزي المبحوث عنه، على تنسيق تحركاتهم في إطار مشاريع إرهابية تستهدف المملكة المغربية. وأكثر من ذلك أيضا، توجه بلعرج في العام 2004 إلى الرياض، حيث التقى أعضاء في القاعدة بغرض اقتناء أسلحة ومتفجرات. أما على الصعيد الجهوي، فقد عقد بلعرج اجتماعا في ماي 2005 بالجزائر مع عضو فيما كان يعرف سابقا بالجماعة السلفية للدعوة والقتال في بجاية، من أجل مساعدة حركة ما عرف بمجاهدي المغرب على التدرب لتنفيذ عملياتهم الإرهابية. وهذا هو أيضا علي أعراس، البلجيكي من أصل مغربي، العضو السابق في حركة المجاهدين بالمغرب، العضو في خلية عبد القادر العرج الإرهابية، والمدان ب 12 سنة سجنا في قضايا الإرهاب. علي أعراس متورط في إدخال أسلحة نارية إلى المغرب من أوروبا في إطار مشروع تخريبي. التقى بالمسمى محمد لهراوي، عضو ما عرف أنذاك بحركة المجاهدين في المغرب في أوروبا، وسلمه مسدسان وذخيرة، وهي الأسلحة التي أدخلها هذا الأخي إلى المغرب في دجنبر 2002 عبر ميناء طنجة، وسلمها بدوره إلى محمد نجاوي، وهي الأسلحة التي تمت مصادرتها. كما أدخل علي أعراس رشاشا من نوع كلاشنيكوف وذخيرة عبر مليليا، وهي الأسلحة التي سلمها إلى المسمى عبد الرزاق سماح، المدبر الرئيسي لإعادة انتشار حركة المجاهدين في المغرب، والذي أكد في اعترافاته أمام العدالة أن أعراس ضالع في هذا الملف. وأثناء البحث الذي باشرته السلطات الأمنية المغربية حول مخططات الشبكة الإرهابية لعبد القادر بلعرج، تردد اسم علي أعراس مرات عديدة، وذلك لكونه كان جسرا بين هذه الشبكة وبين قيادي ما عرف بالجماعة السلفية للدعوة والقتال بالجزائر. وتبين أن علي أعراس قام في ماي 2005 بالتنسيق بين الجزائري محمد بن رابح بن عطو المعتقل بالمغرب وبين عبد القادر بلعرج بخصوص سفر هذا الأخير إلى الجزائر قصد إنشاء مخيمات تدريب شبه عسكرية على الحدود الجزائرية المغربية لفائدة عناصر حركة المجاهدين في المغرب.